يقان أفك ما يجي محاجبة مركز شموري مجال هذا مقدسه وجسه تجي أمن جيسي معني العتي ومضة صومالية ده يوروريان أيابه هنجوري كسر جلي لضم عي إسبارة إن لوردتو مركي مركز الشقدي سلجسه إريه مرقاتي أوفري حوي وال الحنددي شعبك صومالية مركي أي معني العق أوروريان تيك توك جاي أكلك عيان مسكين كأي حاجيين أكاونك إن لجشبته إسلام مركان اللي دلو لجلو وريجو قرشنا عسى اللي دجيه لاست كده وحوي وكده جي مجال هذا بينبو بينبو جوجا وحنو لين هاي هذا هاي قومية دميلان استيت كاسي كسر دوو شموريو أديك إيه ماركيس الصومالي ده كله محمد أفتي نفس الدي سي ويل كي دقي لي مرفلات درادي سمرقاتي ده لافري مرقاتي فري جوارنا مركي لجوا إلى درس ها السجن مجال هذا بينبو أيو كده جي ودرادي قف دقي لي مرفلات لود لي سدها بعد دقي لي مرفلات ومرقاتي فري كره هرت شموري بلد كي نبضة بلد كي صومالي نمضة بلد كي ماركيس معني إسلامك بلد كي عدالة بلد كي دول مديدك بلد كي كلا ضبيته بلد كي ماركيس معني جنة الله جو مقدري أو بينبو جناي أيوة جوجا. ما إيش عاصمة مركب واحد كأركتا عاصمة نمضة صومالية مقدشو. داو عسو جارية. يضطك معنيه إسكو كوباية عاصمة الصومالية. دارات كحكسناية. درت كحكسناية. دوداك كحكسناية. ودقلي مرفلا كحكسناية. وحتى هوية قار كحكسناية. وموريانت إسباري استياشة. يعني ربنا الدون كنا يبين وشجعان. حمر والنبات كنا يدهان. معنيه سمع ديان لوجد ديلين. أي ربان دت كنا كنا يكون بوسان. ee ku dhibaatayaan calanka buluug qaranimada dawladnimada Soomaaliya horta waad aragtaan dhaawac weyn bayna ku keenin doonta dacwadahi Soomaali ay ka gudbisay xamar anaga oo og shamuuri inuu xamar ku noolaan kari waayo gabar la gubay oo ku marqaati furay nin habar gidire daraadeed xaq uu sheegay way bariyahan waxaad aragtay arintii wiilka gabadha gubay in maarkaysa ay gaagaabanayso waxaan rabaa inaan sir kula wadaago horta maarkaysa maxkamadda go'aanka sida ay u gaadhay أبها وحقيقة لاشة جوحة الجيري ولا الدلاء يا قفكان رافان كانوا حكم الجيران بان كلي جينا ما يشاس وحله هو بقى يا أضيع معني وكسر نقاقي جبرنا وكدوه حسن شيخ محمود نسوم عدي سوح والرباعي نكان إلا توكت سوم عدي سوي العشرة حسن قان كيسان كوشيجية لكن ما شو قالوا جود حجراء صوبته هبر قدر بريانة وقاب سته وحوي شقع علوس بي وضع هبر قدر هذاي قيل سوح ما هيسو هذاي أمستنا شقع وضع إن سيدا أقعتان مهم وي شقع ذا وضع وام حي نين كاسي إن معني سيدين كلاق قابيو براه بروشة ذا لقى أمسو مرك حقوق ضدك ويدجان أي كله المامان ما شو كجرو مال الله لي ما شو كجرو إن سفر سمايسن لقى سو صار نكى وفكده وين رادينا إن إن لا يرادو سيد علي معلن داود ورك الرسين كيسو كاس CAD ده نينك جوجا قبيل كوياي ما جرانايو هدور رب الدقلي مرفلا إنه يهاي بان أم لاينا يا ويله شيئين هبر قدر أنا كلها هاي معني وحي كله شيئين إن لا صار صاره هران وحوير نينك معني الدلك إسقى كسعد أم جيسن أم وحمة الدلم بقى نينك سلالوش بوقاتي هدور حوين يهينا حارن عوية إلهي سكبقه ماركيس معني رسول كيس كحشاده ماركيس حق لودي بي هبك بيجو نينك سدي CAD ده لقوا هاي أنا نينك سأمرايان يسراكيل كله وهي هي أسلوب تبي مندو شالمرتا لوريجي سومن تليا شو بيجوا أسلوب تا وحي تليا شو وضاعت وحي كله شيء نن سجى تليا كحجين وأسلوب تجوا وأيان لو تليا شو كأي استقالين أو أول شيء بيش الددبلة هو يدي سنة عير تهاي أو هبر قدر أي تهاي نن كاسي أي كله شيء هبر قدر إن كان أصاف ضدايو يسراكيل كله قرشود وحوي نن كاسي إن ماشي كساران تليا كحجين كو هدو سليمان يهي هدو ددبلي يهي إذنك إذن تالا لكن أنا وحان معني الله إيه شاقي إن أو باشا ددبلي أو كسو جيدو محمود حراب هو يدي سنة أي تهي عير هبر قدر دقنك هو يدي سنة أو آد أو كان شيرو سيدا سانا لو شاقي مركسي كستوي أها طبا وحي أمرا يان تليكو حيجينك شوك إنتو هردو نين كان تليكو حيجينك أيال ربا إن ما أركي سيء وفضوضي يسراكيل كالي مركا باسا أي استعمالي يان إنتا سوا ديك حيسا waxaan rabaa inaan ma arkayse macnihii dad ila soo xiriiray iyaguna aan macnihii laxan yar aan siiyo balse laakiin xasan sheekh maxmuud iyo farmaajo ayaan u noqonayaa madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxmuud 25ka bishan hadda aynu ku jirno maarso waxa uu qorsheystay in dastuurka federaalka Soomaaliyeed wax ka bedelkiisi uu dardar galiyo qub iyo qac uu ku meel mariyo wax kasta ku qaadato عطب كأفراد ودنينيو وحساسيقا ووداه ودوناي إنو لووريبو
قرب كأودونا يفدرال كإنه كو قربه شن إيه لبعتن كو ربع إن لسوق جبن جبيو ما شقينا يسام يسام شقينا يسو شقيه تعلمها لكن حل لبعنا ده إنت بدن ويديدين ويندديدين مال مرينتا لكن يلا ما شارة تبو أيديدين آدم مدوب ولاية آدم والعق بعد جاك على طيه هل مركلية دبها يقول فوق كنتم باصع جوستي تدور نسمع يدك وجوس عطاء صاحبه يقول فوق هذا كرمك هذا ماذا أما يسون لمانين ماشي كان عذبا وحلاق قادن كرامركا حسن شيخ محمود إنه سندونين سوماليا إنه كتجو أما ماركيس هدو كتجاينا قص إنه يكجرتو سوماليا سوماليا دو حديث جن الدولة دي سياد بره سياد بره مركو بحاجة مقارنة دي وفري يعني اللي قاعد دمبين الدولة دي أنا قاعد دمبين ذلك هو قصي حسن يدمر الجديد سيدا سي قرشيستين وحي قرانا يعني إن ماركيس دورة شو هدي اللي استورنا هينا أنا يحبكو هلينين يعني ذلك كان سيد فرماجة الشيخ شريف أي كدجين ورجه ورير أي قصي يعني لو هرسيدين ذلك يعني لكلا دلين يعني لكلا درين تيبي ربان إنه هرسيدان ama inay joogan oo diktatooriyad ay ku joogan ama dalkan Soomaaliya ma arkayse isagoo dadku ay isdilayaan oo xabada isu haystaan in sidaasi macna lagu kala dhaqaaqo 91 ki rasmiga falsafadi 91 ka geela lagu qoranay ayuu hindisay way xilibanada Soomaaliya gurigi maxamed abdullahi farmaajo ayaa villa Soomaaliya isu bedeshay sidaan horeba idin kugu sheegnay villa Soomaaliyada cusub waa guriga farmaajo hadda oo meeshay u dumeen meeshay u jabeen isla markaana waxa weeye in dastuurkan wax ka bedelkiisi sida xasan uu rabo kursiga raisul wasaaraha la baabiyo madaxweynaha ku xigeen la sameeyo xitaa habar gidir baa diidan hadda qaarkeen way koor yimaadeen maxay yeelay laba sano kadib maxaa natiijo aan helayna way u jeedaan albaabada ayaa xidhan wajibay rabaan inay hadda si sameystaan xasan ali qeyre iyo sheekh shariif sheekh axmed tii ilaahay bay urursanayaan waxa weeye lacagbay maarkayse macnahi haystaan siiba xasan ali qeyre ciidan wixii la arkayay magaalada Muqdisho way urursanayaan farmaajo iyo xasan ali qeyre iyo sheekh shariifna waxa weeye daris weeye meesha ay degan yihiin maxamed abdullahi farmaajo dadba markaa waxay moodaan inuu iska yimaaday oo macnaheedu imaanshiisu iska fudud yahay ma fududeen ninkan waxa weeye waa uu yimaaday $10 million oo dollarna waa uu la yimaaday wuxuu u yimaaday wadankan Soomaaliya shaqo adag inuu ka qabto waana tan isagoon nak 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 ba aanu samaynin gurigiisi uu joogo lo gali waay hadii la weerari tagayna lagu ma dhaco hadii macnaheedu mudaharaad aan ku samaynin la dhimaagana xasan ba godka ku jira meel walbana turki ba jooga heshiis la galay xasan sheekh maxmuudna macnaheedu shidaalka sidaan hore idin kugu sheegnay isaga xaqal qalin kaliya uu rabay shalay waati uu saxay shidaalkii Soomaaliya qalinka uu ku duugay turkiga uu ku wareejiyay $10 million oo dollar uu ku qaatay marka isagu xaqal qalinkaasi iyo waxyaabo lamida ayuu buu rabaa inuu ku sii noolaado oo mustaqbal dambe iyo dal shaqo iyo shaqul uu ku leeyahay malee isagu waa NGO Hassan horta ma arkayse macnahe xisaabtiisa meeshaas ay maraysa haday ku martana marsi haday ku mari waydana shalay isagoo farmaajo caayay waati jilbiisa uu qabsaday Hassan marka ku dayid buu yaqaanaa ku dayid macnahe waad ogtiin farmaajo shalay siduu ugu taagnaa haddana waad ogtiin inuu qadar jilbaa qabsaday uu yiri waayahay turki igi farmaajo ii geeyadi inuu isagu lambar koow noqdo iyadoo farmaajo qofkii u tagaa oo hawiye ah sida sheekh shariif la caayi jiray oo macnaheedu daba dhilif daarood lagu tilmaamay xasan sheekh maxmuudna hadda waa ka ugu dambeyntii farmaajo inta jeer eesayna macallintiiska indhaha lagu tirtirto ilinta ma arkayse macnahe ay u keentay waad u jeedeen sawirada waad u jeedeen haddana farmaajo inuu xamar joogo farmaajo oo sida loogu dheersan yahay maanta xamar inuu joogo farna loo nuuxin way wada dareemi kartaan haddaba xasan sheekh maxmuud iyo mahad salaad oo isku tolnaayeen ayaa markay ugu horeysay si dhaba isugu dhacay maxay isugu dhaceen waxay isugu dhaceen ciidamada Soomaaliya cida dhabar jabinaysay cida baabiinaysay yaa ma way isku la jireen isagii mahad salaad way isla ogaayeen laakiin xasan maadaama hadda ma arkayse turkiga oo heshiis la galay gorgortii uu caynay uu baabiinay macnaheedu maanta lagu la xisaabtamaayo ciidankan wali furimaa ka soo baxay ninkii dhabar jabinay waa mahad salaad uu leeyahay waye lacagii aan maarkayse macnahe wada lahayn ninka cunay waa mahad salaad ninka dadka igu diray waa mahad salaad for that instance mahad salaad wuxuu yiri galmudug ayaan rabaa madaxweyne inaan ka noqdo marka meesha axmed abdi kaari qorqor uu joogo inaan madaxweyne ka noqdaan rabaa buu yiri laakiin natiijadu maxay ku soo dhamaatay inuu xasan sheekh maxmuud yiraado maya uma ogoli mahad salaad inuu galmudug madaxweyne ka noqdo xisaabta marka meeshaas ay ku joogtaa
يا الله قرحين دونا ما قرنايو حصل مركز عنكو جنب دواي إستجنا عيدا مر هري ساعة أيوه في الله كان صدي ولا يصبر برصنايا ما هدوح ويراني قو أدون كورنا يقول دجن سيدان كوش شجع يسردون كإنجليز ك أيا نجاح كسر رفي عجلة ذي تسين إنه أرجع حسيه هاي إنه عيدا ما ضل عيو إن ماركة يسمعنيه شرق الله وسمايو هتل الله إنه قالوا قرح يدا إنه إستجنا كذا بيو وحيدان معني ولا صوت سي مركز عدادس كعالم ككج إيمانا أيه أيها وحصور الجلناية إلى سردونك إلا لش غير ربع دونك صومان كدق وايمش جقدا ما بربو سود الجي أنا قل مدو كان عدايا ولم